دكتورة إيمان، نبتدي بقى بالأكل. الأم تفطر ابنها ايه وخلينا في الحاجات المعقولة اللي ممكن الام تجيبها. احنا دلوقتي عايزين نعمل نظام غذائي للامهات علشان يعرفوا احنا داخلين على مدرسة. صحيح. انا عايزة اقولك ان انا مثلا عمري ما نزلت المدرسة من وانا صغيرة فطرتي حضرتك ولا عمري ما نزلت بدون فطار. لا ده حضرتك ده شيء لا ده يعني كانت مامتي لا يمكن انها تنزلنا بدون فطار، وكنا بنفطر مثلا ايه فول كل يوم لدرجه ان احنا كنا بنزهق فول وبيض فول وبيض لما زهقنا من القصه درجه يعني الواحد لما كبر زهق منه، ولكن هو ده الفطار الأساس. اليومي الضروري الاساسي حاليا بالعكس الشباب الاطفال بقى اللي في الجيل الجديد اساسا انا بسال اصحابي وزملائي قال لنا لا وجبه الفطار دي مش موجوده عندنا اصلا. احنا جيلنا عمل كده وعملنا كده لاولادنا. وعملنا كده لاولادنا مفيش حد ينزل من غير ممنوع نزول من غير فطار. الجداد بقى لا ما بيحصلش. يقول لك هقول لك بديها ساندويتش تاكله في الباص وده غلط جدا عشان الموشن الحركه ممكن يحصل طبعا اضطرابات والولاد يعني الاكل يبقى غلط جدا ويشرقوا وكده فده مش كويس. بس هقول نقطه فاتتنا كده عايزه اقولها، الديدان الانكليستوما منتشره وبيحصل معاها نقص حديد انيميا نقص حديد. فنخلي بالنا قوي احيانا نقعد نعالج في الانيميا وينسى الام والدكتور وكله ينسوا ان في انكليستوما، فدي نقطة برضو مهمة قوي وطبيب الأطفال ياخد منها والطبيب العام وكله والوحدات الصحية ياخدوا بالها ان يحلل الطفل علشان لو في لقوا ديدان او فمبدئيا كده لما الطفل بيجي عنده انيميا تشيك اب طبعا لازم يتعمل له تشيك لازم يتعمل له تحليل علشان نعرف هي الانيميا دي سببها ايه؟ هي سببها بالزبط. انيميا بحر متوسط ولا انيميا تكسير نوعها ولا نوع متطور ولا نوع مش عارفه عشان نعرف ايه وما يحاولوش يعالجوا من نفسهم بالحديد لان ممكن تبقى تكسيريه انيميا خدوا قرص الحديد لا مينفعش لان ممكن تبقى تكسيريه يضروه والحديد يتراكم. نيجي بقى للفطار، كلميني على الفطار الاول. الفطار طبعا من اهم الحاجات اللي انا انصح بيها لازم اللي عنده طفل اللي عنده طفل يضحي. الطفل ده بينمو وبيذاكر وده في مرحله بناء، احنا خلايانا بتتجدد بس مش بنبني خلايا جديده، يعني الخلايا موجوده بتتكسر وبنجددها، لكن الطفل بينمو وفي تحصيل، احنا ما بنذاكرش قوي يعني هما بيذاكروا عنده مناعه بتاعته بتتلكك، يبقى الطفل ده عنده تشالنجز كتير عنده تحديات نمو وتحصيل وكمان قاعد في فصل مقفول حواليه كتير محتاج مناعه قويه فلازم يتغذى بكده. مهم جدا احنا بنقول الخضار مهم جدا بالالوان بتاعته دي للمناعه، مهم جدا اي نوع بروتين ان شاء الله طعميه اي نوع بروتين حيواني او نباتي فول او طعميه ما الفول فول او طعميه بس نحط ليمون مهم جدا طبعا الخضروات كلها يعني شويه جرجير لو طفل خد كسره خبز كده صغيره معاها طعميايه ما ده فطار ده في كل حاجه احنا ما نستهترش بالاكل الشعبي بس طعميه مقليه يعني ممكن فول ممكن زيت. طعميه ما انا عايزه ما دخلنا في الاوبيزيتي في البيت بيعملوا دلوقتي كل طعمية دي بس اقصد في ناس بتغير يعني ممكن فول ممكن طعميه ممكن جبنه ممكن بيض طبعا وده احسن بيض مسلوق طبق بليله بيض مسلوق بيض مقلي اي نوع من الحاجات البروتينات البليله من الحاجات الرائعه الصبح هايل لو بسرعه كده ياخدوا بليله معاها اي كوبايه عصير مثلا جوافه هايل خلاص جوافه رخيصه احنا ربنا رزقنا بشويه خضار وفاكهه في مصر مش موجودين في حته ورخاص جوافه دي جميله جدا جدا وكلها فيتامين سي فلو خدوها وحطوا عليها نقطه ليمون كده وعملوها عصير للولاد وحلوها بمعلقه عسل ولا حاجه خلاص انتهى. اهم حاجه ما فيش نزول مدرسه من غير فطار بالظبط ده مهم جدا ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان برضو الغداء يكون حتى لو حبوب زي ما قلنا لحضرتك كده فاصوليا بيضاء او كشري او كده لازم يبقى معاه حاجه ثانيه طبق سلطه وعليه عصره ليمون او كوبايه عصير برتقال يعني اي حاجه دي غالبا غابت من على بيوت من بيوت أيوة كتيره الولاد بتحط كاتشب ومايونيز وما بيحبوش غابت من بيوت كتيره جدا بيحبوا الحاجات دي بس لازم مهم قوي الليمون ده ما فيش لا غنى عنه. نفس الحكايه بالليل ممكن حلاوه ممكن يعني حاجات ممكن زي ما قلنا شويه عسل ممكن زبادي عليه فاكهه يعني في افكار البلح التمر
التمر احنا بلد احنا طلعنا اول ناس في التمر في العالم. انا فوجئت وفرحت قوي الخبر ده ان احنا من احسن منتجي التمور على مستوى العالم. دي حاجه كويسه جدا. التمر مليان في حديد كتير جدا، بس برضو مهم ناخد معاه حاجه تدخله الخليج، ونحاول بقدر الامكان نخلي بالنا ان في مكونات تانية زي فيتامين بي 12 اللي هو بي 12 ده مهم قوي، الفوليك اسيد وده موجود في الخضروات، الفوليتس اللي هو بي 9، الحاجات دي كلها موجودة. مهم تكوين الدم نفسه. أشرب مية، في ناس ما بتنسى تشرب المية. أشوف برضو لو في ناس بتبقى عندها كل حاجة كويسة بس عندها في مشاكل أخرى، لو في حاجة مع الأنيميا كونكومت يعني معاها أعالجها، يعني مثلا دهون أو حاجة أو كده. السمنة ليست مرتبطة أبدا بأن الواحد سليم ما عندوش أنيميا، ممكن قوي تخين وعنده أنيميا. ابص في بياض عين الطفل، ابص اقلب شفايفه واشوفها، اشوفه مركز همدان، الخدود الحمراء لما يجري العيال كده خدودها بتبق دم كده، مفيش، الاقيه بينهج وتعبان وبينسى ومش فاكر على طول. اعمل مش معنى ان هو وزنه كويس وبحطه على الجروس كيرز او منحنيات النمو والاقيه كويس يبقى معنى كده ان هو دمه يعني سليم. لازم اشوف فيه نمو. وكمان دور المعمل، الحديد ومخزون الحديد، مخزون الحديد احيانا انا اعالج في الانيميا والفيرتين او المخزون الحديد مش 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 يعني. وده طبعا الاساتذه بقى بتوع البطنه بيهتموا جدا بيقيسوا بقى الحاجات دي.